يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم العن ظالم امير المؤمنين وغاصبي حقه اللهم العن قاتلي امير المؤمنين ومنكري فضله اللهم لعنهم جميعا ومن شايعهم وبايعهم وتابعهم والناهضين باحتجاجهم ومن لا يرضى بلعنهم من البتريين وغيرهم الى يوم الدين سلام 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 على قائم ال محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفه ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي الحلقة السابعة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، اعرف امامك، وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك، ودينك إمامك العبادة الذهبية. رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. إمامك البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إن كنت, ان كنت راغبا في إمامك. امامك ذكرت لكم في الحلقه الماضيه باننا قد وصلنا الى مرحله الظهور وبينت لكم من ان حديثي في هذه الحلقات سيكون في مسارين المسار الاول يتضمن المعطيات التي يمكن ان نشكل منها تاريخا مستقبليا لمرحله الظهور فالتاريخ هو رصد الاحداث والوقائع بحسب التقويم الزماني اكان ذلك في الماضي او في الحاضر او في المستقبل اما المسار الثاني سيتضمن المعطيات التي يمكننا ان نشكل منها صوره لواقع الحياه حيث ستختلف صوره الحياه في مرحله الظهور عما عليه الحياه اليوم البدايه مع المسار الاول حيث المعطيات التي يمكن ان تشكل تاريخا مستقبليا لمرحله الظهور قطعا لن استطيع ان اسلط الضوء على كل المعطيات وانما ساضع بين ايديكم ما يمكن ان يكون نقاطا داله انها اللقطات الاهم مع ملاحظه ان الاحاديث والروايات التي بايدينا لا تتحدث عن كل شيء ملاحظه مهمه لابد ان اشير اليها ترتبط بالوضع العالمي وبوضع منطقه الظهور حينما نكون قد اقتربنا من يوم الخلاص النزاعات في كل مكان الاختلافات والخلافات ستكون موجوده بين البلدان وفي داخل البلدان انفسها في جميع انحاء العالم المنطقه التي نسلط الضوء عليها دائما منطقه الظهور ستكون الدول فيها مفككه لا يعني ان دول منطقة الظهور ستكون خلية من الحكومات، الحكومات موجودة لكنها ضعيفة جدا. المنطقة ستكون مفككة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي. الكآبة ستهيمن على الناس جميعا في كل الارض. الناس قد جربوا كل شيء على مستوى الانظمه السياسيه وعلى مستوى انظمه الحياه اليوميه انهم يبحثون عن جديد وبسبب انهم لم يعثروا على ذلك الجديد هيمنت الكابه والياس بنحو واضح على الحياه مما جعل الناس يعيشون حاله اللامبالاه يريدون ان يقضوا وقتهم هكذا ينتهي النهار وياتي الليل يدفعون الحياه بايه طريقه ويعيشون باي اسلوب يمكنهم ان ياكلوا ويشربوا ويناموا وهكذا تجري الامور وبدايات هذه الاوضاع قد بدات تهيمن على واقع الحياه في المجتمعات الانسانيه المختلفه حدثتكم عن هذا الموضوع لا اريد ان اعيد الكلام بخصوصه لكنني وجدت من الضروري ان اذكركم بهذه النقطه حتى تكون الصوره متكامله الى الحد الذي يعطينا وضوحا كي تكون البانوراما واضحه وبينه امام اعيننا سابدا من هنا اخترت بعض كلمات لامامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وانا اقرا عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي انها الطبعه ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين بيان فيه تفصيل امامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه يتحدث بخصوص ما جرى فيما بينه وبين معاويه من هدنة والتي عرفت بأنها صلح بين إمامنا الحسن ومعاوية هذا الكلام في مجلس معاوية ومع ذلك فإن إمامنا الحسن وهو يرد على اكاذيب معاويه تطرق الى ذكر امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الموضوع حاضر في حديث اهل البيت في كل الازمنه وفي كل الامكنه فاين زمان امامنا الحسن بالحساب الدنيوي العادي، وأين زمان الغيبة بل أين زمان الظهور؟ ومع ذلك فإن إمامنا الحسن المجتبى في مجلس كمجلس معاوية وفي محضر كمحضر أتباع معاوية كان يتحدث بهذه المضامين فيقول امامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى يبعث الله رجلا في اخر الزمان واخر الزمان ابتدا منذ سنه ولادة الحجة ابن الحسن لأنه يولد في آخر الزمان هذه ثقافة العترة منذ سنة ولادة إمام زماننا في السنة الخامسة والخمسين بعد المئتين للهجرة على ما هو معروف ومشهور قد يرد ذكر السنة السادسة والخمسين بعد المئتين للهجرة ما هو بفارق كبير منذ ذلك التاريخ ابتدأ آخر الزمان ولد الإمام بدأت إمامته الفعلية سنة 260 للهجرة وبدأت الغيبة الأولى وانتهت الغيبة الأولى سنة 329 للهجرة ومن هذه السنة بدأت الغيبة الثانية الغيبة الطويلة وقد طالت قرونا وقرونا نتمنى ان نكون في اواخرها حتى يبعث الله رجلا في اخر الزمان وكلب من الدهر الكلب انه الزمان الذي تسقط فيه القيم حيث لا توجد القيم انه الزمان الذي تسقط فيه كل الاعتبارات ان كانت انسانيه او كانت منطقيه على الاقل تسقط القيم والاعتبارات وتتلاشى الاداب الحقيقية بين الناس تتحول الحياة الى مجموعة من البروتوكولات المزيفة الى مجاملات ومصانعات سخيفة وهذا الامر بدأ طلائعه بنحو واضح في حياة بني آدم على مستوى واقعنا الشيعي وعلى مستوى سائر المجتمعات في شتى أنحاء العالم حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم انصاره هذه العصمه ما المراد منها؟ انها عصمه عقولهم وقلوبهم ان يكونوا في المجموعه البتريه. في الزمان الذي يتحدث عنه امامنا الحسن المجتبى هناك البتريون وهناك الزهرائيون في الوسط الشيعي. ومر الكلام علينا في الحلقات المتقدمه عن صناعه البتريين وعن صناعة الزهراء حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس هذا الجهل بدين العترة الطاهرة الجهل مذموم بنحو عام ولكن الجهل الذي تتوجه اليه انظار الائمه وهم يتحدثون عن المشروع المهدوي الاعظم انه الجهل بدين العتره الطاهره حيث ينتشر الدين البتري اللعين حتى يبعث الله رجلا في اخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم انصاره وينصره باياته الجانب الاعجازي وفي الحقيقه اذا اردت ان اكون دقيقا في تعبيري انه الجانب الذي سيفعل الامام المهدي ولايته التكوينيه فيه هذا التعبير مجازي حينما نتحدث عن المعجزات المعجزات تجري ضمن القوانين وقوانين المعجزات هي جزء من الولايه التكوينيه للامام المعصوم يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل الأرض حتى يدين طوعا وكرها يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر الا امن به ولا طالح الا صلح وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الارض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز انها كنوز الأرض وكنوز السماء كنوز السماء الكنوز في الأجرام السماوية الأخرى وتظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين المراد من الخافقين المشرق والمغرب وهذا التعبير تعبير كنائي يشير الى سعه ملكه يملك ما بين الخافقين اربعين عاما هذا التحديد بهذه الارقام ليس تحديدا نهائيا خصوصا هناك بعض الارقام يراد منها الكثره الوفيره الاربعون السبعون وارقام اخرى نحن لا نستطيع ان نحدد زمانا للحكم القائم للعصر المهدوي من خلال الاحاديث لان الاحاديث ذكرت العديد من الارقام والذي نفقهه من لحن قولهم انهم صلوات الله عليهم يريدون ان يقولوا لنا بان الزمان المهدويه سيكون ممتدا سيكون طويلا يملك ما بين الخافقين أربعين عاما فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه هذه صورة إجمالية نقلت لنا الأجواء العامة التي سيخرج فيها امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سانقل لكم لقطات من احاديثهم ورواياتهم تخبرنا عما يجري في اول يوم من ايام مرحلة الظهور وفي المدة الزمانية التي سيكون فيها إمام زماننا في مكة كما قلت قبل قليل انني لا استطيع ان اغطي كل التفاصيل اولا لم تذكر لنا الروايات والاحاديث كل التفاصيل وثانيا اذا اردت ان اسلط الضوء على جميع المعطيات التي بين ايدينا ساحتاج الى عدد كثير من الحلقات لكنني ساسلط الضوء على اهم اللقطات انني اقرا عليكم من غيبه الطوسي محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلامي بيروت لبنان في الصفحة الثمانين بعد المئتين بسنده بسند الطوسي عن علي بن مهزيار قال قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام بين يديه جبرائيل ينادي البيعه لله هذا هو الشعار الذي يطلقه جبرائيل في مراسم البيعه المهدويه بين الركن والمقام في المسجد الحرام كاني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام بين يديه جبرائيل ينادي البيعه لله فيملاها عدلا صاحب الامر كما ملئت ظلما وجورا خروج امام زماننا سيكون في سنه فرديه هذا واضح في احاديث العتره الطاهره الحديث قطعا عن السنوات الهجريه هكذا تعلمنا في ثقافه العتره الطاهره من ان التقويم القمريه لشؤون الدين ومن ان التقويم الشمسي لشؤون الدنيا وهناك حلقات مختصه بهذا الموضوع يمكنكم ان تعودوا اليها من جمله حلقات برنامج ما بين واقعين ستجدون الكلام مفصلا بهذا الخصوص في ثقافة العترة الطاهرة التقويم القمري للشؤون الدينية والتقويم الشمسي للشؤون الدنيوية نحن نتحدث هنا عن شأن ديني وأي شأن إنه أهم شأن وأعظم شأن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم فحينما يكون الكلام عن سنواته فان نظر الاحاديث الى السنوات القمريه فظهور الامام سيكون في سنه قمريه انه التاريخ الهجري وان كان التاريخ الهجري يعاني بعض الخلل بسبب سقيفة بني ساعدة وخلفاء الجور الذين جاءوا من بعدها لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع ولكن الذي عليه الحساب في شؤوننا الدينية منذ زمان أئمتنا وإلى يومنا هذا الحساب يكون وفقاً للسنوات القمريه الهجريه التي تعارف الناس عليها في بلاد المسلمين سيكون ظهور امام زماننا في سنه قمريه هجريه فرديه بدايه الظهور ستكون في يوم الجمعه في التاسع من المحرم لكن الاعلان العام الذي سيوجه لجميع العالم سيكون في يوم عاشوراء من تلك السنه في يوم السبت ولذا عندنا روايات تقول من ان الظهور سيكون في يوم الجمعة إنه الظهور لأوليائه لأنصاره لخواصه الإمام قبل الجمعة يكون قد التقى ببعضهم ولكنه سيلتقي بهم جميعا في المسجد الحرام في يوم الجمعة هذه بداية الظهور اعلان الظهور سيكون في يوم السبت في يوم عاشوراء بالنسبة للتقويم الشمسي سيكون ذلك اليوم في اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار لأن الأحاديث أخبرتنا بأن الظهور سيكون في يوم النوروز يعبر عنه في الاحاديث بيوم النوروز مثلما هو في اللغه الفارسيه او بيوم النيروز العرب عربوا هذه الكلمه ولذا جاء في الروايات من ان الظهور سيكون في يوم النوروز أو في يوم النيروز. ويوم النوروز هو اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار. إنه الشهر الثالث من السنة الشمسية. هذا هو الذي نجده واضحا في أحاديث العترة الطاهرة. سيكون الظهور في سنة قمرية هجرية بحسب الحساب المتعارف عليه بين الناس لأن الأئمة ساروا على هذه الطريقة وسار الأمر في الغيبة الأولى واستمر في الغيبة الثانية في سنة قمرية هجرية فردية وفي يوم السبت إنه يوم عاشوراء والذي سيكون موافقا بحسب التقويم الشمسي لليوم الحادي والعشرين من الشهر الثالث إنه يوم النوروز وكلمة النوروز تعني اليوم الجديد إذا أردنا أن نترجمها من الفارسية الى العربيه انه اليوم الجديد انه يوم الخلاص يوم البيعه لله اما يوم الجمعه فان الامام سيظهر لكل اصحابه لانه قبل يوم الجمعه ظهر لبعضهم لكنه سيظهر لكل اصحابه، لكل انصاره وتبدا الخطوات الاولى ليوم الظهور العالمي في يوم الجمعه، في يوم تاسعه. نذهب الى فاصل. اقرا عليكم من غيبه النعماني المتوفى سنه 360 للهجره، انها طبعه انوار الهدى، الطبعه الاولى قم المقدسه. صفحة 219 إنه الحديث العشرون بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام القائم لأنكره الناس لماذا؟ لأنه يرجع إليهم شابا موفقا شابا بحسب الاحاديث فان الناظر اليه يقدر عمره ما بين الثلاثين الى الاربعين هناك من يقدر عمره بانه في الثلاثين وهناك من يقدر عمره بانه في الاربعين ما بين الثلاثين الى الاربعين اما هذا الوصف شابا موفقا هذا التعبير في لغه العرب حينما يصفون شابا بانه موفق هذا التعبير يشير الى جمال وجهه ويشير الى جمال جسمه وبدنه فهو جسيم وهذه الصفه تعني جمال الجسم ووسيم تعني جمال الوجه والشعر الموفق هو الشاب الجسيم الوسيم الذي تهفو اليه القلوب ويكون ناجحا في منطقه وفي حركاته واعماله ومراده هذا هو الشاب الموفق انه تعبير عرفي هذا الذي سيكون بنظر الناس لو قد قام القائم لانكره الناس لماذا لان الامام عمره عمر الشيوخ لكن مظهره مظهر الشباب وهذا هو السبب الذي يجعل كثيرا من الناس ينكرون ذلك خصوصا اولئك الكبار السن في الزعامات الدينيه وفي الزعامات المجتمعية يأنفون أن يكونوا أتباعا لشاب في هذا العمر حكاية أن الزعماء لا بد أن يكونوا شيوخا طاعنين في السن برنامج إبليسي شيطاني برنامج إبليسي شيطاني نبينا ائمتنا كانوا شبابا اصحاب نبينا واصحاب ائمتنا كانوا شبابا اعتمد نبينا على الشباب اكثر مما اعتمد على الشيوخ وهكذا ائمتنا هذا المنطق الشيطاني الذي يهيمن على الواقع الشيعي من أن زعماء الدين من أن مراجع الدين لا بد أن يكونوا شيوخا طاعنين في السن لا علاقة له بدين العترة الطاهرة والأمر هو هو في الزعامات المجتمعية أو في الزعامات السياسية لا شأن لي بهذه المشكلة لكن إنكار الناس مرده إلى هذه الحاله النفسيه التي تهيمن عليهم لو قد قام القائم لانكره الناس لانه يرجع اليهم شابا موفقا لا يثبت عليه الا مؤمن قد اخذ الله ميثاقه في الذر الاول فتنه هذه فتنه لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى صفحة 437 وسبعة وثلاثين إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند الصدوق عن أبي الصلت الهروي من أصحاب إمامنا الرضا عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السلام ما علامة القائم منكم إذا خرج أبو الصلت لا يسأل عن علامة للقائم قبل الخروج وإنما يسأل عن علامة للقائم إذا خرج حين الخروج قلت للرضا عليه السلام ما علامة القائم منكم إذا خرج فماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه علامته أن يكون شيخ السن غيبته طويلة علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وإن من علاماته هذه علامة مهمة كثيرون لا يعلمون بها وان من علاماته الا يهرم بمرور الايام والليالي حتى ياتيه اجله سيبقى امامنا بهذه الصوره ما بين الثلاثين الى الاربعين الى ان ينتهي العصر القائم مع أن العصر القائمية سيكون طويلا وممتدا امتدادا زمانيا واضحا هذه الرواية مهمة جدا أعيد قراءتها عليكم أبو الصلت الهروي يقول للإمام الرضا صلوات الله عليه ما علامة القائم منكم إذا خرج الإمام قال له علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وإن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله ونقرأ أيضا في أحاديثهم الشريفة في غيبة النعماني في الصفحة الخمسين بعد المئتين إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند النعماني عن يعقوب ابن شعيب عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال الامام الصادق يقول ليعقوب الا اريك قميص القائم الذي يقوم عليه في يوم ظهوره فقلت بلى قال فدعا بقماطر القماطر وعاء تحفظ فيه الاشياء الثمينه قد يكون مصنوعا من الجلد او من شيء اخر حقيبه حقيبه صندوق اذا كان الانسان يملك اشياء عزيزه غاليه عليه فانه يحافظ عليها في ابقائها في القماطر فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس القميص الكرابيس هو القميص الأبيض المصنوع من القطن الطبيعي وأخرج منه قميص كرابيس فنشره الإمام نشر القميص فتحه بين يدي يعقوب انه يعقوب ابن شعيب من اصحاب الامام الصادق صلوات الله عليه فاذا في كمه في كمه الكم الردن ردن القميص كم القميص ردن الثوب كم الثوب فاذا في كمه الأيسر دم في الردن اليسرى من هذا القميص الأبيض الكرابيس هناك دم يعقوب ابن شعيب رأى دما واضحا لم يرى أثر دم فرقوا في التعبير لقد رأى دما واضحا ولم يرى أثر دم فإذا في كمه الأيسر دم فقال إمامنا الصادق يقول ليعقوب هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته حينما ضرب على أسنانه والامام الصادق ايضا لم يقل هذا اثر دم قال هذا دم مثلما راى يعقوب ابن شعيب راى دما على الكم الايسر لذلك القميص فدعا بقمطر ففتحه واخرج منه قميص كرابيس فنشره فاذا في كمه الايسر دم فقال الصادق عليه السلام هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم وفيه يقوم القائم يعقوب ابن شعيب يقول فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه ابو عبد الله ارجعه الى القمطر ورفعه اخرجه من المكان فهذا قميص قائم ال محمد انه قميص رسول الله هذا يذكرني بسخافه وتفاهه ايات الله العظمى في النجف وكربلاء حين يصدرون الفتاوى بنجاسه دم المعصوم الا لعنه الله على فتاواهم الا لعنه الله على فقههم الا لعنه الله على حوزتهم تلاحظون انهم بتريون في جميع الاتجاهات وتلاحظون ان امام زماننا صلوات الله عليه يخالفهم في جميع الاتجاهات لذا اصر عليكم قارنوا بين الثقافه الزهرائيه التي تسمعونها من قناه القمر وبين الثقافه البتريه المرجئيه الناصبيه التي تسمعونها من فضائيات اولئك البتريين اللعناء من مراجع النجف وكربلاء هذه احاديث العتره الطاهره فانا لا احدثكم بشيء من عند نفسي لقطات جميله واضحه امام زماننا يقوم بين الركن والمقام وعليه قميص رسول الله واثار رسول الله واضحة على هذا القميص دمه هذا دم رسول الله وماذا نقرا ايضا في احاديثهم الشريفه انني اقرا عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الانوار للمجلس وطبعة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن والسبعون نقله عن كتاب الفضل ابن شاذان بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا خسف بجيش السفياني هذه العلامة متى ستقع على أرض الواقع بعد ظهور إمام زماننا في مكة إنها معدودة في علامات الظهور ولكنها لا تقع قبل الظهور وانما تقع بعد الظهور السفياني يرسل جيشا من الشام الى الحجاز والروايات فصلت ذلك الشيء المهم في هذه الواقعه ان الجيش سيخسف به في بيداء المدينه الأرض ستبتلعهم لا ينجو من الجيش إلا اثنان بشير ونذير النذير يعود إلى السفياني كي يخبره بخبر جيشه والبشير يذهب إلى إمام زماننا كي يخبره بخبر الخسف الروايات تقول من أن الرجلين أخوان ومن أنهما من قبيلة جهينة ولذا في ثقافة العترة الطاهرة حينما يقولون وعند جهينه الخبر اليقين يشيرون الى هذه الواقعه هذا لا يعني ان المثل لم يكن موجودا عند العرب في الجاهليه وله قصه وواقعه كلامي كان دقيقا قلت في ثقافه العتره الطاهره حينما يقولون عند جهينه الخبر اليقين يقصدون هذه الواقعه لان نذيرا وبشيرا هما اخوان وهما من قبيله جهينه ولذا فان نذيرا يذهب الى السفياني وبشيرا يذهب الى امام زماننا وتخبرنا الروايات ايضا من ان الله سبحانه وتعالى يقلب وجهيهما فيكون وجه نذير ووجه بشير الى الخلف بشير حينما ينقل الخبر الى امام زماننا فإن الإمام يرد وجهه إلى حالته الأولى وأما نذير فإنه يذهب إلى السفياني إذا خسف بجيش السفياني إلى أن قال إلى أن قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه والقائم يومئذ بمكة إنه يوم الظهور، إنه يوم عاشوراء، إنه يوم السبت، إنه يوم النوروز، إذا خُسف بجيش السفياني إلى أن قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه والقائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجيرا بها يقول هذا جانب من بيان الظهور. أنا ولي الله. أنا أولى بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح ومن حاجني في ابراهيم فانا اولى الناس بابراهيم. ومن حاجني في محمد فانا اولى الناس بمحمد. ومن حاجني في النبيين فانا اولى الناس بالنبيين. ان الله تعالى يقول ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالم الإمام هنا يخاطب العالم أجمع يخاطب الأديان طرا يخاطب أصحاب الأفكار والفلسفات في كل انحاء الكره الارضيه الى ان يقول فانا بقيه ادم وخيره نوح ومصطفى ابراهيم وصفوه محمد الا ومن حاجني في كتاب الله فانا اولى الناس بكتاب الله ألا ومن حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرته وأنشد الله من سمع كلامي لما يبلغ الشاهد الغائب الى سائر ما جاء في هذه الروايه انا لا استطيع ان اقرا كل الروايات وكل الاحاديث اذ يترتب على ذلك ان اشرح كل عبائرها وحينئذ لا اجد وقتا كافيا لطرح المطالب المنتقاه والمختاره التي أريد أن أطرحها بين أيديكم نذهب إلى فاصل في سورة سبأ الآية الحادية والخمسون بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد هذه الايات لا يمكن ان تفهم فهما دقيقا الا من خلال تفسير العترة الطاهره هذه الايات تتحدث عن الخسف بجيش السفياني ترسم لنا صوره دقيقه لحاله ذلك الجيش فحينما يقتربون من المدينه لان الاخبار قد وصلت الى السفياني من ان الامام قد ظهر في المدينه المنوره الامام ظهر في المدينه المنوره ولكن بنحو سري ما المراد من هذا الكلام ظهر بنحو سري ظهر من الغيبة ولكنه كان متخفيا كما يتخفى اي انسان في حياتنا اليوميه كان يتصل ببعض اصحابه لو كان في حجاب الغيبه لما وصل الخبر الى السفياني لكن المخابرات هي التي تتابع حركه الامام وصلت المعلومات اليهم من انه قد ظهر في المدينه هذا الامر يكون في ايام قليله قبل ان يتوجه الامام الى مكه لهذا السبب ارسل السفياني جيشا الى المدينه الامام ليس موجودا في المدينه الامام في مكه انه يوم الظهور انه يوم عاشوراء فلما توسط جيش السفياني البيداء في جهه قريبه من المدينه حدث الذي حدث الآيات تخبرنا عن الحالة النفسية التي سيكونون عليها ولو ترى اذ فزعوا هناك شيء مخيف قد لفهم وإذا بالأرض تموج تحت أقدامهم إنه جيش مسلح بالآلات والوسائل النقلية والأجهزة المدمرة جيش جرار الروايات تحدثنا عن مئة ألف وقد يكون هذا العدد للتكثير ربما يكون العدد أكثر من ذلك جيش جرار مجهز بكل الأسلحة التي تكون مناسبة لعصره في زمان ذلك الجيش. ولو ترى اذ فزعوا هناك شيء مرعب الم بهم ها هي الارض تموج تحت اقدامهم. ما هي بارض طبيعية وقد بدأت تبتلعهم بنحو تدريجي الأرض ما ابتلعتهم دفعة واحدة وإنما بنحو تدريجي ستبتلعهم ولو ترى إذ فزعوا هذا هو الفزع والخوف فلا فهوت ليس هناك من نجاة وأخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم من تحت أقدامهم لم ترسل عليهم صواريخ أو طائرات لم توجه إليهم أسلحة من أمكنة بعيدة أخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم ولو ترى إذ فزعوا إنه رعب رعب فلا فوت لا يستطيعون النجاة بأي حال من الأحوال ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به كحال فرعون حينما أخذه الغرق قالوا آمنا به آمنا بالقائم وأن لهم التناوش من مكان بعيد التناوش التناول أنى لهم أن يتناولوا الإيمان فإن الإيمان بعيد عنهم إنه قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ولو ترى إذ فزعوا هذا هو الرعب الرعب الاسود ولو ترى اذ فزعوا اذ اخذت الارض تبتلعهم وهم احياء بكامل مشاعرهم واحاسيسهم وادراكهم واخذت تلك الوسائل العسكريه تتلاشى تغيب في رمال الارض ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت لا مجال للنجاه واخذوا من مكان قريب من تحت اقدامهم وقالوا امنا به امنا بالقائم وانى لهم التناوش من مكان بعيد الايمان بعيد عنكم وقد كفروا به من قبل لقد كفروا بالقائم من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب في تفسير القمي انه جامع من جوامع احاديثنا التفسيريه الروايه طويله مفصله عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يحدثنا بها أبو خالد الكابلي فيما يرتبط باللقطة التي أشرت إليها في تلك الآيات من سورة سبأ يخرج اليه يخرج الى القائم جيش السفياني فيامر الله الارض فتاخذ اقدامهم وهو قوله ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به يعني بالقائم من ال محمد الى اخر ما جاء في الايات وما جاء في الروايات الشريفه فهذا هو موطن حاجتنا حاله مرعبه يتحدث القران عنها وهذا التعبير تعبير غريب عجيب وجميل دقيق وهو يصف الحاله النفسيه بدقه متناهيه ولو ترى اذ فزعوا كلمات قليله لكنه نقل لنا لوحه عظيمه هائله ان القران يضعنا امام شاشه وكاننا نرى فيلما سينمائيا ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به يريدون النجاه وان لهم التناوش من مكان بعيد الايمان بعيد عنكم لن تستطيعوا ان تتناولوه في غيبة الطوسي في الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والثمانين بعد المئتين بسنده بسند الطوسي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه هناك تحريف في كل شيء الإمام سيغير بناء المسجد الحرام لأن التغيير قد طال الكعبة في العصر الجاهلي وبعد ذلك طالها التغيير في زمان عمر وطالها التغيير في زمان عثمان وأخذ التغيير يطالها بين فترة وأخرى إلى زماننا ولذا فإن الإمام سيعيد بناء الكعبة مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى فهذا البيت قد بني منذ زمان أبينا آدم ابراهيم جدد بناءه حينما بنى ابراهيم واسماعيل البيت فانهما قد جددا بناء البيت الذي بني منذ زمان ابينا ادم وحدث التحريف والتغيير والتبديل ولذا فان قائم آل محمد سيعيد كل شيء الى نصابه والامر هو هو سيفعله امامنا في مسجد النبي صلى الله عليه واله لان الخلفاء عبر التاريخ قد عبثوا بمسجد النبي الامام يوسعه يوسعه كما هو يريد هو الذي يضع هندسه توسعته لكن لا بد من تشخيص المسجد الأصل لرسول الله مثل ما كان ولا بد من تطهيره من الذين دفنوا في بيت رسول الله دفنا غصبا وهذا ما سيفعله إمامنا صلوات الله وسلامه عليه سيأتينا هذا الكلام فيما بعد في قادم الحلقات. القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول كذلك إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه وقطع أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة الطوسي ليس دقيقا في نقل الروايات هناك ارتباك في ألفاظ الرواية لكن المضمون الذي جاء في الرواية منتشر في الروايات والأحاديث فإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيغير بناء المسجد الحرام وسيغير بناء مسجد رسول الله حينما يوسع المسجد الحرام سيوسعه بحسب ما هو يريد بحسب الهندسه التي يريدها هو انها الهندسه التي يريدها الله ان كان ذلك في المسجد الحرام او كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله او في سائر البقاع الدينيه المقدسه. سيحاسب بني شيبه انهم سدنة المسجد الحرام سدنة الكعبه. نقرأ في غيبة النعماني هذه الرواية المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع في الصفحة الحادية والأربعين بعد المئتين إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند النعماني عن سدير الصيرفي عن رجل من اهل الجزيره الجزيره هذا المصطلح هذا العنوان بحسب ما كان معروفا في ذلك الزمان وحتى في زماننا الجزيره تطلق على المنطقة الجغرافية الممتدة ما بين العراق وسوريا وتركيا وإلى اليوم تسمى الأراضي التي تمتد من الموصل الى سوريا تسمى بالجزيره وكذلك الارض الممتده في زماننا ما بين العراق وسوريه والاردن والسعوديه تسمى بباديه الجزيره ايضا تسمى بالجزيره ايضا قديما وحديثا انها جزء من منطقه الظهور قد تطلق على بعض البقاع الاخرى لكن المعروفه في الاجواء العربيه في ذلك الزمان حينما يطلقون الجزيره يريدون هذا انها منطقه الظهور المناطق المشتركه ما بين العراق وسوريا وتركيا، ما بين العراق وسوريا والاردن والسعوديه. سدير الصيرفي يقول: عن رجل من اهل الجزيره كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة هكذا كان قد نذر نذر لأمر من الأمور من أنه يقدم جارية للمسجد الحرام المسجد الحرام بناء وجدران قطعا الذين يشرفون على المسجد الحرام على هذا البناء هم الذين سياخذون الجاريه عن رجل من اهل الجزيره كان قد جعل على نفسه نذرا في جاريه وجاء بها الى مكه هذا الرجل من اهل الجزيره يقول فلقيت الحجبه الحجبة يعني السدنة وحجبة البيت هم بنو شيبة فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها هذا يذكرنا بسدنة العتبات المقدسه في العراق يذكرنا باللصوص المسؤولين الذين نصبهم السيستاني في تلك العتبات هذا الرجل يقول فلقيت الحجبه السدنه فاخبرتهم بخبرها بخبر جارية من أنني قد جلبت معي جارية نذرتها للمسجد الحرام وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك الحكاية هي الحكاية واللصوص هم اللصوص واوية واوية رجال الدين عبر التاريخ واويه واويه جمع لابن اوى في التعابير الشعبيه العراقيه واوي وتجمع على واويه ابن اوى في لغه العرب تجمع على بنات اوى فلقيت الحجبه فاخبرتهم بخبرها وجعلت لا اذكر لاحد منهم امرها الا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك فدخلني من ذلك وحشه شديده فذكرت ذلك لرجل من اصحابنا من اهل مكه من اصحاب هذا الرجل الذي هو من اهل الجزيره فقال لي تاخذ عني تسمع مني الكلام فقلت نعم فقال انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الاسود هناك رجل جالس بمحاذاه الحجر الاسود بالقرب منه فقال انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الاسود وحوله الناس وهو ابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين صلوات الله عليه فاته فاخبره بهذا الامر فانظر ما يقول لك فاعمل به هذا هو ولي الامر هذا هو ولي المسجد الحرام وليس اولئك اللصوص وسفله قال فاتيته فقلت رحمك الله اني رجل من اهل الجزيره ومعي جاريه جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي وقد اتيت بها وذكرت ذلك للحجبه وأقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك فدخلني من ذلك وحشة شديدة فماذا قال له الباقر يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب فبع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك ابحث عن المحتاجين من الذين يحتاجون المال وهم هنا في مكه ممن انقطع بهم الطريق يا عبد الله ان البيت لا ياكل ولا يشرب لا تعطي الجاريه لهؤلاء اللصوص ان البيت لا ياكل ولا يشرب فبع جاريتك واستقصي وانظر اهل بلادك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم عن نفقته فاعطه حتى يقوى على العوده الى بلادهم ففعلت ذلك ثم اقبلت لا القى احدا من الحجبه الا قال ما فعلت بالجاريه فاخبرتهم بالذي قال ابو جعفر فيقولون هو كذاب جاهل الحكاية هي الحكاية وحق أبي جعفر الباقر الحكاية هي الحكاية واقع اليوم هو هو واقع الأمس فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول أولاد الحرام باقر أهل البيت لا يدري ما يقول وأنتم تدرون ما تقولون يذكرون هذا بالبترية الأنذال بهؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الله العظمى فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول فذكرت مقالتهم لابي جعفر فقال قد بلغتني انت بلغتني كلامهم قد بلغتني تبلغ عني اذا ذكرت لك كلاما هل تستطيع ان تبلغه عني اليهم قد بلغتني بلغتني كلامهم تبلغ عني فقلت نعم قال فقل لهم فقل لهم قال لكم ابو جعفر كيف بكم لو قد قطعت ايديكم وارجلكم وعلقت في الكعبه ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبه المراجع البتريون حينما يشاهدون هذا ينقل في الاعلام يجمعون كل قوتهم يجمعون حشدهم وقوتهم ويخرجون لقتال امام زماننا ويمنعون الامام من الدخول الى النجف وكربلاء ويقولون له ان دين جدك في خير فنحن الحجبه هنا ونحن سدنة الدين فارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك كيف بكم لو قد قطعت ايديكم وارجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة فلما ذهبت لاقوم هذا الرجل من اهل الجزيره يقول فلما ذهبت لاقوم قال انني لست انا افعل ذلك وانما يفعله رجل مني يشير الى القائم انهم يديمون ذكر القائم وان كان الزمان بعيدا هذا هو شان الائمه فما شأننا نحن ونحن نعيش في أيامه لذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي وذكر القائم وإدامة ذكر القائم هو جزء من خدمته هو جزء من التمهيد لمشروعه الأعظم نذهب إلى فاصل إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الجزء الثاني صفحة أربعمية واحد وأربعين إنه الحديث العشرون بسنده بسند الصدوق عن أبي بصير قال سأل رجل من اهل الكوفه ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه كم يخرج مع القائم عليه السلام فانهم يقولون انه يخرج معه مثل عده اهل بدر ثلاثمائه وثلاثة عشر رجلا قال ما يخرج إلا في أولي قوة وما يكون أولي القوة أقل من عشرة آلاف وهذا واضح في الأحاديث هناك الأمة المعدودة الأمة المعدودة إنهم الثلاثمائة وثلاثة عشر هؤلاء هم الأمة المعدودة وهناك الحلقة الحلقة هؤلاء الذين عبّر عنهم الامام الصادق باولي القوه هذه التشكيله هي النواه الاولى للجيش البشري الادمي لان الاحاديث تخبرنا ان الملائكه ستكون في جيش الامام هناك قوات الملائكه الأحاديث تخبرنا من أن الجن سيكونون في جيش الإمام. القرآن أخبرنا من أن الجن كانوا في جيش سليمان. في دولة سليمان النبي. الروايات تخبرنا من أن دواب السماوات من أن قطان السماوات من المخلوقات الاخرى والتي امكاناتها القتاليه والعسكريه اقوى بكثير من الجن والانس اولئك ايضا سيكونون في جيش الامام، نحن لا نتحدث عن دوله مهدويه بحدود الارض. اننا نتحدث عن دوله ستهيمن على كل الفضاء كل الاجرام السماويه وكل المجرات ستكون جزءا من هذه الدوله العظيمه الارض مركز القرار مركز القياده هذا الجرم السماوي الصغير سيكون عاصمه لهذه الدوله الممتده التي لا نعرف اين ستنتهي اطرافها لكن التشكيله الاولى النواه الاولى للجيش البشري سيشكل من الامه المعدوده وهم القيادات ومن الحلقه انها القوات الخاصه التي سميت بالحلقه لانها تشكل حلقات تدور حول الامام منظومه عسكريه خاصه هذه هي القوات المهدويه الخاصه تنظيمهم العسكري يكونون بشكل دوائر بشكل حلقات يكون الإمام في وسطهم هكذا يتشكلون عسكريا وهكذا حينما يتحركون إذن هذه النواة الأولى للجيش المهدوي البشري الأمة المعدودة ثلاثمائة وثلاثة عشر أولو القوة وهم الحلقة قوات النخبة القوة الخاصة عددهم عشرة آلاف إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يخرج إلا في أولي قوة وهناك قوة خاصة به وما يكون أولي القوة أقل من عشرة آلاف ونقرا ايضا في الصفحه الثانيه والاربعين بعد الاربعمائه انه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن عجلان الكلام هنا الكلام هنا عن هذه المجموعه عن مجموعه الحلقه لان القوه المعدوده طريقه تواصلها مع الامام تختلف عن طريقه تواصل قوات الحلقه القوه المعدوده الامه المعدوده تلك القوه لها طريق خاص بها للتواصل مع الامام قبل الظهور وبعد الظهور اما مجموعه الحلقه قوات الحلقه هذه الروايه تحدثنا عن طريقه استدعائهم بسند الصدوق عن عبد الله بن عجلان من اصحاب الصادق صلوات الله عليه قال ذكرنا خروج القائم عند الصادق صلوات الله عليه وعلى قائم آل محمد. ذكرنا خروج القائم عليه السلام عند صادق. فقلت له: كيف لنا ان نعلم ذلك؟ قال يصبح احدكم وتحت رأسه تحت الوسادة وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. هكذا تبلغ قوات الحلقه ليس بالضروره ان يكون المعنى بهذه الطريقه الحرفيه اذ ربما قد لا يتحقق الكتمان الكامل في هذه الصوره الا اذا كانت الرعايه الغيبيه موجوده في جميع اتجاهات هذه التفاصيل المذكوره هناك اتصال مباشر مع قوات الحلقه ولكن بمستوى هو دون مستوى الاتصال المباشر مع الامه المعدوده مع القيادات كيف لنا ان نعلم ذلك؟ من ان الامام قد ظهر واعلن الظهور ومن اننا يجب علينا ان نلتحق به. قال يصبح احدكم وتحت راسه صحيفه عليها مكتوب طاعه معروفه. هؤلاء البعض منهم يلتحق بمكه قبل الظهور. والبعض منهم ياتي تباعا لان بعضهم يلتحق بمكه قبل الظهور بالاسباب الطبيعيه وبعضهم يلتحق بالاسباب غير الطبيعيه وهكذا البقيه الذين يتابعون رحلتهم باتجاه امام زمانهم في ارض الحجاز ومن المصدر نفسه في الصفحه السابعه والستين بعد الاربعمائه انه الحديث الثامن عشر بسنده بسند الصدوق عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه اول من يبايع القائم عليه السلام جبرائيل في مكه ينزل في صوره طير ابيض في صوره طير ابيض ليس الحديث عن طير كهذه الطيور صحيح ورد في الروايات والاحاديث ان الملائكه قد تتصور بصور الطيور هذا موجود في رواياتنا لكن الروايه لا تتحدث عن هذا المعنى وانما سيتجلى جبرائيل بصوره مخلوق قادر على الطيران إنه مخلوق طائر وليس الحديث هنا عن طير كهذه الطيور التي تعيش بيننا أول من يبايع القائم جبرائيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس اي طير هذا اي طير هذا انه مخلوق في اجمل صوره يمكن ان تكون مخلوق طائر وليس المراد من انه يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس إنما ستكون له حكومة سيكون متسلطا على كل الطاقة الموجودة في منطقة الظهور وعلى كل أجهزة المعلومات ستكون له حوكمة على الحوكمة في هذه المنطقة اليس هناك من حوكمه الكترونيه ستكون لجبرائيل حوكمه فوق كل الحوكمات فهو الذي سيهيمن على هذه المنطقه على منطقه الظهور الا تلاحظون انني في الحلقات الماضيه بل في كل برامجي اؤكد على منطقة الظهور التي هي العراق وايران وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن وتركيا ومصر والسعودية واليمن ودول الخليج العربي هذه منطقة الظهور الا تلاحظون ان جبرائيل يضع سلطته وهيمنته على حدود هذه المنطقه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس فأي طائر هذا اذا كنتم تتصورون ان جبرائيل يتصور بصوره حمامه مثلا ثم ينادي بصوت طلق ذلق انه يهيمن على كل اجهزه الاعلام يهيمن على كل اجهزه الاتصالات يستطيع ان يتصرف فيها برغم كل الحكومات ودوائر الاستخبارات والمؤسسات التي تهيمن على تلك الوسائل والالات والاجهزه ثم ينادي بصوت طلق ذلق يسمعه الخلائق أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أمر الله هذا هو صاحب الأمر صورة عجيبة هذه الصورة وجميلة في الوقت نفسه حينئذ ستتهيأ الأرضية لحماس لم تشهد الارض مثيلا له حماس الامه المعدوده وحماس الحلقه قوات النخبه الخاصه بامام زماننا حينما يرون هذا الكائن الذي ما شاهدوه قبل هذه الساعه انه جبرائيل هذا هو معلم الانبياء وعبد محمد وال محمد هذا عبدهم عبد محمد وال محمد انه معلم الانبياء استاذ الرسل ولكنه عبد في فناء محمد وال محمد صلوات الله عليه أول من يبايع القائم جبرائيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس في فلسطين في القدس ثم ينادي بصوت طلق ذلق يسمعه الخلائق أتى أمر الله فلا تستعجلوه نذهب الى فاصل وقت الحلقة انتهى لكنني سأختم حديثي بما جاء مذكورا في الجزء الثاني من تفسير العياشي انه جامع من جوامع احاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الاعلامي بيروت لبنان في الصفحه الخامسه والثلاثين انه الحديث التسعون عن المفضل بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا قام قائم ال محمد استخرج من ظهر الكعبه المراد من ظهر الكعبه مما يجاورها فالكعبه ليس لها من ظهر اذا كان الحديث عن الكعبه الا اذا اردنا ان نعتبر جهه الحجر الاسود وجها للكعبه فسيكون ظهرها من الجهه الثانيه والا فان الكعبه هندسه مكعبه لا ظهر لها ولكن يراد من هذا التعبير ما جاورها ما كان مجاورا لها وفي نسخه نقل عنها صاحب تفسير البرهان وقد تكون النسخه التي نقل عنها صاحب تفسير البرهان قد تكون نسخه اصح من هذه النسخه التي اقرا منها اذا قام قائم ال محمد استخرج من ظهر الكعبه سبعه وعشرين رجلا هذه صوره من صور الرجعة العجيبة. الرجعة العظيمة تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي. لكن الرجعة العجيبة لها صور، لها حالات تتحقق في زمان العصر القائمي. وهذه لقطة من لقطات الرجعة العجيبة. إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا خمسة عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أصحاب الكهف إنهم أصحاب الكهف بأجمعهم ويوشع وصي موسى انه وصي موسى بعد موت هارون والا فان وصي موسى الاول هو هارون ومات هارون في حياه موسى فصار الوصي من بعده يوشع ويوشع وصي موسى ومؤمن ال فرعون وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري من صحابة النبي إنه الوحيد الذي رجع بعد أن فر الصحابة وأبو دجانة أيضا فر من ساحة المعركة في واقعة أحد لم يبق مع رسول الله إلا أمير المؤمنين ولكن أبا دجانة رجع بعد ان فر وقاتل بجانب امير المؤمنين الى ان قتل واستشهد رضوان الله تعالى عليه. هذا وفاء من محمد وال محمد لوفاء ابي دجانه ولذا فان ابا دجانه سيكون من الراجعين مع قائم ال محمد وسلمان الفارسي وابا دجانه الانصاري ومالك الاشتر كان لي مالك يقول امير المؤمنين كما كنت لرسول الله ايه منزله لهذا الرجل وقت الحلقه صار طويلا تجاوزنا الوقت الرسمي للحلقه نلتقي غدا ان شاء الله تعالى ساحدثكم في الحلقات القادمه ان وفقت لذلك عن الرجعتين عن الرجعه العجيبه وعن الرجعه العظيمه وهذه صوره من صور الرجعه العجيبه التي ستتحقق في الزمان القائمي نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على امل ان تكون قلوبنا مفعمه بالحماس لخدمه امام زماننا صلوات الله عليه بحكمه يمانيه ومعرفه زهرائيه زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم اعداء صاحب الزمان والذين سيحاولون منعه من ان يدخل الى النجف او كربلاء بتريون هم 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 والهوى والهوى بتري وهذا هو الفارق فيما بيننا وبينهم نسالكم الدعاء جميعا في امان الله